الحكومة في إطار ديال المجهودات اللي كدير يمكن راه وضعت استراتيجية ديال تحلية المياه البحر من عدة مشاريع اليوم موجودة اللي يمكن كاين بعض المشاريع اللي هي انطلقت وكاين بعض المشاريع اللي هي في الدراسة. الحمد لله نعم علينا الله ب واحد الساحل ديال البحر اللي كيتجاوز 3000 كيلومتر واللي يمكن يستغل على حسب الامكانيات الماليه الموجوده للدوله باش يمشي في هذا الاتجاه يستثمر في تحليه الماء البحر. وحنا في اقتراح ديال القطاع الفلاحي كنشوفوا المستقبل ديال الفلاحه خص السدود اللي هي الحمد لله موجوده عندنا في المغرب الى جاب الله شي رحمه تبقى الفلاحه والماء الصالح للشرب يمشي في اطار تحليه الماء البحر ديال المدن خصوصا المدن الساحليه.